جولة الصباح لهذا اليوم ستكون أحبتي المشاهدين مع علاوي جميلة للإطلاع على الأسعار ومدى توجه الناس للتبضع واستعدادهم لشهر محرم الحرام مع شيماء العبيدي من خلال هذا اللايف المباشر. صباح الخير يا شيماء. صباح الخير زملائي في الاستوديو، صباح الخير لكل العراقيين، صباح الخير لكل من يشاهد شاشة العراقية. مشاهدين الكرام، نحن اليوم في سوق جميلة. سوق جميلة أحد الأسواق الكبيرة في بغداد اللي تبيع المواد الغذائية الجافة وأيضا علوة الخضار. مشاهدينا، إحنا اليوم في سوق جميلة حتى نريد نتعرف على أسعار المواد الغذائية في سوق جميلة. بالإضافة أنتم مثل ما تعرفون إحنا مقبلين على شهر محرم الحرام، وإحنا لازم في هذا الشهر الكريم لازم نتعاون نقدم افضل شيء للمواطن. خلينا نشوف الاخ. السلام عليكم. وعليكم مرحبا. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. الله يخليك. الله يخليك. حجينا، اريد اعرف من عندك اسعار المواد الغذائيه اليوم في السوق. الاسعار يعني اعتياديه، مو ماكو صعود عندنا، والمواد متوفره، وان شاء الله احنا مقبلين على شهر محرم نكون متعاونين ويا المواطن. الاسعار مو مثل كل سنه كلش نازله. حجي، انا عرفت يعني قبل فتره كانت الاسعار كلش مرتفعه، واكو شكوى من قبل المواطن من قبل الناس بان الاسعار صارت يعني مرتفعه، فشلون بدك تشوف السوق هسه؟ هسه السوق طبيعي والاسعار شويه مناسبه وماكو صعود، والحمد لله والشكر. ان شاء الله نتعاون ويا المواطنين بهذا الشهر، هذا ثواب ولازم نكون نتعاون بيناتنا. ان شاء الله الاسعار مستقره والمواد متوفره حاليا. هلا هلا ويا المواطن. ان شاء الله ان شاء الله ما نقصر. شكرا شكرا حجي. مشاهدينا، يعني احنا متواصلين، اكيد احنا نقول للتجار هذا شهر خير وشهر بركه، فلازم يكون اكو تعاون من قبل الاسعار. خلينا نشوف الاخ. السلام عليكم. شلونك اخوي؟ ايش اخبارك؟ حياكم. اشوفك تتعامل الجاي تشتري. اي والله جايين نحضر، نخاف من صعود الاسعار قريب محرم، فمنها سنشتري التمن والحمص المجروش وهاي الامور، وهسه الاسعار جيده بس خاف نوصل المحرم وتقب الاسعار. لا، احنا دناشد ونتحدث ويا كل التجار عبر شاشة العراقية. المفروض في شهر محرم الحرام يصير اكو تعاون مع المواطن. ترى احنا هو ثواب اخوان، هو ثواب لوجه الله سبحانه وتعالى، ثواب الامام الحسين. هلا هلا بالعالم، احنا نطبخ هو اول تالي للفقير، ثواب. هلا هلا بالعالم. شكرا شكرا لكم. شكرا. متواصلين بعد. السلام عليكم. شلونك اخوي؟ اهلا وسهلا. اليوم جاي تشتري؟ خلينا نسولف. والله اليوم نسوق المحرم، يعني مواد غذائية محرم، بس احنا مع الأسف على ربعنا، يعني برمضان يصعدوا من الأسعار. هسه هذا وقت كون وقت الإمام الحسين المفروض الرحمة، يعني هسه طماطة 500 محرم يصير ب2000. لا مو صحيح هذا الشيء. احنا دنقول المفروض شهر خير وبركة. ايه؟ احنا نتعاون، احنا اهل الخير، احنا اهل البركة العراقيين. الله والديك. هلا هلا بالأسعار. هلا هلا بالأسعار اخوان التجار، وهذا شهر محرم وبعد شيء قلت. يلا كل الخير والبركة إن شاء الله، مأجورين. الله يستر عليك. الله يحفظك. خلينا نشوف الأخ. مرحبا أخويا، شلونك عين؟ الله يخليك. شلون بدك تشوف السوق؟ بالنسبة لنا طبقة عاملة، إذا اشتغل السوق احنا اشتغلنا، ما اشتغل السوق احنا راح نقعد. اي فهذا شهر حضرتك يعني طبقة عاملة، ايش عندك؟ شنو؟ عندي سايق أنا. اي فيعني إذا تحرك. شلون بدك تشوف السوق؟ الحمد لله يعني اكو. اي أكيد يعني ناس تشتغل الحمد لله، يعني شيء ان شاء الله خير وبركه على الجميع. مشاهدينا وبعدنا متواصلين، اريد نشوف واحد يقول لنا الاسعار عاليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ اهلا وسهلا. خلصك من عندنا اذا انت رافع الاسعار اليوم؟ لا والله انا عامل هنا الحمد لله وشكر. شلون بدك تبيع الشغلات المواد الغذائيه؟ رخيصه المواد الحمد لله وشكر، وزينه وحركه موجوده، بس ها كودن الصبح هسه شوي حركه ماكو الصبح، والحمد لله وشكر العالم قاعد تسوق الحمد لله وشكر. دائما نحاول في هذا شهر محرم الحرام، يعني مو بس كل شهر رمضان، نتعاون مع الناس. ان شاء الله تعاون موجود، ان شاء الله التجار هم مواد موجوده وخير من الله، وحركه زين والاسعار قاعد تنزل ونعمه من الله. ان شاء الله خير. قاعد تسوق المحرم علينا وعليكم بالخير. ان شاء الله ماجورين على الجميع. ان شاء الله. الله يحفظك. واحنا بعدنا متواصلين، خلينا نشوف الحجي. الحجي السلام عليكم. شلونك حجي؟ شو اخبارك؟ الله يحفظك حجي. شلون شفت السوق بجميل؟ السوق تعبان، يعني شو الورق صاعد، يعني ما صار شيء، يعني مرتفع الاسعار بس يقولون مناسبه، يعني البعض شفت مناسب، يعني هسه شكر بيش، يعني ما انت قول لي هسه ب 61 مو ب 60 ب 61 مثلا التمر صاعد، ماكو شيء يعني نازل، يعني المواطن اكتسب يعني شيء يعني زين، مثل الطحين يعطونه رديف مره مال حصه ما ينكال،
يعني الوضع يعني مو يعني ماكو تحسن. ان شاء الله ان شاء الله نشهد بالايام المقبله. يعني هسه الورق يعني الورق صاعد يعني ماكو شيء يعني نازل حتى واحد يرتاح بيه. لا ان شاء الله وعود كثيره من رئيس الوزراء ان شاء الله يصير اكو تعاون. لا ان شاء الله بالايام المقبله اكو اليه جديده وان شاء الله ينعم الشعب العراقي بشيء افضل واحسن ان شاء الله. شكرا جزيلا. مشاهدينا يعني مثل ما دا تشوفون احنا العراقيين اصحاب نعم عارين نستقبل الزوار من جميع مناطق العراق بالإضافة اللي يجونا ضيوف. إن شاء الله شهر محرم يكون خير وبركة والتجار يتعاونون مع المواطن. نعم. لأن إحنا أهل الكرم. نعم شيماء شكرا لهذه الجولة وإن شاء الله مثل ما قلتي تكون الأسعار مناسبة ولو إحنا مثل ما قال عمو شفنا أنه بعد الأوراق يعني سعر الورق سعر الصرف مرتفع وهذا كله يأثر على السوق بصورة عامة بس إحنا كمواطنين تعودنا على هاي الأسعار. شكرا لك يا شيماء.